الشرك نسأل الله العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. جنو الشرك كي على إيبوتيز ويدونو ملافي إيجاي تبيسيان دي كاتيغوري غو شرك أفيك تشي شرك. الشرك الأكبر أربع أقسام. غو شرك إن كات كاتيغوري يوسي. شرك في الدعاء. إن الشرك ده دعاء. إما دعاء طلب كأن يطلب مثلا من الجن من أصحاب القبور من الأولياء. دعاء كوبيديمان ليد ou demande l'aide avec Timon qui dans la tombe ou demande l'aide avec un so-called saint. هل تعبد بشر؟ Est-ce qu'il faut adorer humain? ميت. Timon qui mort. جيفة جيفة الجيفة يعني مات وأصبحت رائحة نتنة. هذا المق أهل القبور. Est-ce qu'il demande avec des pouilles, les corps qui pouillent, qui zibib est sorti là-dedans, ils demandent la tombe ou demande avec ça? تعبد الجن. Est-ce qu'il adore djinn? أيهما أعلى الجن أو الإنس أيهما أقوى؟ lequel qui prie fort, djinn ou bien humain? من يعرف؟ lequel qui a donné la réponse? ها الجن أو الإنس؟ djinn ou bien humain qui prie fort? أيهما أقوى؟ lequel qui prie fort ça dit? djinn إنس أقول إنس djinn. من يمشي على وجه الأرض مطمئن؟ lequel qui marche sur la terre tranquillité? الإنس humain. من يتخفى؟ lequel qui cache pour aller? الجن djinn. عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يفر، عندما نؤذن لا يستطيع يبقى. يجي لدينا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويسون متين لك كتاية زوم بيا جين جين لتعاذن دون لك كتاية. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الجن أو من الإنس؟ من كوفي إبامي زوم بإبامي جين. إذن الإنس أقوى، لماذا يلجأ الإنس إلى الجن؟ شرك. Alors, il montre nous qu'ils ont ils plient fort. Bien qu'on se dise qu'ils ont des bonnes avec djinn. نعم قد يكون بعض الجن أفضل من بعض الإنس إذا آمن في التقوى. Il y en a si conscience que djinn ils plient fort qui ins qui imen ça les taïmen iman de taqwa. إذن لا يمكن أن ندعو غير الله. Alors, nous pas capable faire dua. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. الشرك الثاني شرك في المحبة، لا يمكن أن نحب أحد محبة مساوية لمحبة الله، نحب الله ولا نحب أحد مع الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. هذا شرك في المحبة. كيف بمن يحب أصحاب القبور كمحبة الله؟ الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الطاعة. توازن كاتيجوري الشرك دا لوبيسانس كي نوفي أبيك الله سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نا با لوبيسانس كرياتي دا ديزوبيسانس كرياتي. لو قال لك والدك مثلا لا تصلي اليوم الظهر. سيو باراي جيو زوجيك با في الظهر. تقول يا أبي أنا أحبك وأحترمك وأسمع لكلامك، لكن طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد. الرابع الشرك في النية والإرادة والقصد. شرك في النية يعني الرياء، ينوي بالصلاة أنها لغير الله حتى يقال عنه مصلي وصائم. Quatrième, il cherche dans l'irada, dans l'intention. Ça veut dire ria. Aujourd'hui, on peut faire cela, on peut faire li pour l'autre part qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ria, al-asl, fait un shirk asghar, lakin qad yasil ila al-akbar. Il dit nous, ria, son l'origine, c'est un shirk al-asghar. Mais capable d'arriver, vient le shirk al-akbar.